يدخل حنفي مندفعا. يدخل حنفي مندفعا، مندفعا مش في نادي الترسانة، ومتوترا، متوتر قوي. لا 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 لا، مش حنفي اللي يخش الداخلة دي، لا لا لا، هو داخل بتروسيكي. لا، يدخل حنفي محصورا مزنوقا. هموت واعملها في الساحل. اول ما اروح الساحل هعملها هناك على طول. لا كده هتوتر لي الدنيا جامد، هيوتر لي الدنيا جامد كده. بعدين حنفي ده البطل ورايح الساحل يبيع في رزكة، يبقى يدخل حنفي مايس. اويه مايس قوي. الساحل يالا؟ معرفش، اسأل اللوستة. وانت رايح الساحل كده؟ انت رايح تعمل جرد في البحر ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ يا استاتي. ايه يا باشا؟ ايه رايح الساحل؟ بس تركب جنبي قدام. احنا نركب احنا التلاتة قدام. ايوه بقى، نسيب الكنبة اللي ورا فاضية. يولع بقى الميكروباص. انت تجيب بوسة بقى على الكلام الحلو. ايوه. لا لا، مش انا اللي اكتب الكلام ده، لا انا مؤلف محترم وكتاباتي كلها محترمه، ولازم البطل بتاعي يبقى راجل حمش. رانيا ايه ده؟ ايه ده كده؟ بوظت المقشه، اخلص الميكروباص بايه دلوقتي؟ ايه ده يا شعراوي؟ ايه شعراوي؟ انا بقيت قرعاوي. تعملها دقن بقى. شكلها احلى. وهي دقن احلى. تمشي معاك احلى. تمشي يا بني. انا معاك يا فريسة. يلا على الساحل. يلا بينا. يلا جدعان اركبوا فاضل بس احمل بس. يلا بينا الساحل. ساحل يا محمود. مفيش ولا شاي ولا قهوه ولا سكر والانبوبه فاضيه. ايه القرف ده؟ الله يخرب بيت ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوه. يعني مش هعرف اشرب قهوه في بيتي يا وليا؟ اعمل فيكي ايه؟ ادخلك الاحداث عشان تشوفي مرار الناس وتحمدي ربنا على النعمه اللي انت فيها؟ حاضر. تدخل